السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم. يوم جديد من استاد الاهلي. النهارده تمرينه الاهلي قبل الاخيره انتهت، واكيد كلنا يعني في حاله من الاستنفار اللي موجوده بالنسبه لسواء لاعبين او جمهور. ان شاء الله بكره جمهور النادي الاهلي هيبقى متواجد في استاد مختار الطيش، طبعا بعد ان المجهود الكبير اللي حصل مجلس اداره واللواء شيرين شمس طبعا المدير التنفيذي لفريق النادي الاهلي بان سمحوا للجمهور واستئذان الجهات الامنيه لحضور ان شاء الله الجمهور اللي كان ليه عامل سحر في مباراة الترجي. لو نتذكر طبعا هذه المباراة أيضا كانت مميزة جدا بسبب وجود الجمهور قبل السفر للترجي، كان ليه عامل كبير جدا. فبالتالي احنا بنكرر هذه الجزئية، وإن شاء الله بكرة التمرين الساعة 3 نتواجد كلنا في محبة وحب هذا الكيان العظيم اللي موجود إن شاء الله في المباراة القادمة بقوة. إن احنا متأكدين وعندنا ثقة كبيرة في اللاعبين وقدراتهم ان شاء الله بالعوده بكاس افريقيا للمره التاسعه ان شاء الله في هذه البطوله القويه وهذه المباراه الصعبه. ولكن يعني ان شاء الله بكره يبقى التشجيع مميز. بكره عايزين نلهب حماس اللاعبين من خلال طبعا تواجد المكثف للجمهور، ايضا الهتافات تبقى يعني لكل اللعيبه، ما فيش لعيب ولعيب، لا ده طبعا دور الجمهور. اكيد الجمهور بشكل كبير عارف هذه الجزئيه، شفنا قد ايه في مره من المرات شريف كان بعيد عن مستواه، الجمهور رجعه تاني وخلاه من احسن حراس المرمى في الفتره اللي فاتت في مباراه الترجي الاولى هنا في القاهره. ولكن طبعا زي ما احنا شايفين واكيد اللعيبه وهي بتسخن كمان، زي ما بقول لكم ما بتشوف الجمهور وبتحس بيه، بقول يا رب اللاعبين يطلعوا سلام من هذه التمرين، لان طبعا الحماسه بتبقى واخداهم بشكل كبير في الملعب نتيجه طبعا حماس الجمهور وشكل الجمهور بيبقى متواجد. كابتن حسام البدري طبعا دائما موجود، بيفكر دائما مع اللاعبين، بيفكر مع الجهاز الفني ازاي يتعامل في المباراه القادمه. يا جماعه زي ما بقول لكم المباراه ما انتهتش هنا في القاهره، المباراه كابتن حسام البدري كان بياكد انها تنتهي في المغرب في استاد محمد الخامس، وده اللي احنا اكدنا عليه في مباراه الترجي واكدنا عليه في مباراه النجم، ان المباريات الدور قبل النهائي والدور النهائي عن شوطي، يعني بتتلعب على شوطي، شوط بيبقى موجود ذهابا وايابا. فبالتالي ان شاء الله الحسم موجود وبامر الله تفاءلوا خير ان شاء الله من خلال طبعا تواجد اللاعبين. احنا شفنا فريق محترم، ما فيش شك ان فريق الوداد فريق محترم، ولكن هو تعامل مع النادي الاهلي بقوته اللي موجوده ومعروفه في جزئيه الهجوم بالشكل اللي احنا شفناه، حته الدفاع المستميت ازاي يعمل شبكه ويعمل ستاره على مهاجمي النادي الاهلي، ايضا التوفيق وبعض الامور اللي خاصه بالتحكيم حاله ان احنا نحرز هدف ثاني ونكسب هذه المباراه. ولكن ان شاء الله الوضع هيبقى مختلف، هو برضه محتاج انه يكسب، محتاج ممكن عنده نتيجه ثانيه التعادل 0-0، ولكن هو مش يعني على الاقل يخطفك، فبالتالي هيفتح خطوطه. احنا عندنا امور كتير جدا ولاعيبه مميزه جدا في الجزء الهجومي يقدروا يتخللوا من خلال طبعا دفاعات الوداد البيضاوي. طبعا النهارده كان كل اللاعبين بيتمرنوا بشكل طبيعي الا بعض اللاعبين اللي تمت اصابتهم او كانوا مصابين، طبعا بدايه من وليد اللي اشتكى من ظهره في مباراه الوداد، ايضا حسام عاشور اللي تاكد غيابه، خساره كبيره ايضا عدم وجود حسام عاشور في هذه المباراه، ايضا علي معلول في المباراه الاخيره جات له شد او كرامب في العضله الخلفيه، ولكن هو كان عايز يكمل وفضل مكمل عشان احساسه ان الفريق محتاجه، يمكن زادت عليه الشد شويه، ولكن ان شاء الله يعني اتمنى هو حتى الان علي معلول ممكن ما يبقاش موجود، اتمنى ان شاء الله الامور تبقى يبقى علي معلول لانه لعيب مؤثر جدا في الجبهه اليسرى. صالح جمعه ايضا مش موجود، ولسه عايز اتكلم على صالح، لكن خليني بس يعني اتكلم على الجمهور اللي امامنا على الشاشه. دوركم مهم جدا جدا جدا، ودائما النادي الاهلي الاول بيكو، لان الجمهور فعلا يعني مفعول السحر احنا كنا بنحس بيه واحنا لاعبين، لان احنا كان عندنا دائما جمهور. صراحه الجيل الحالي عنده صعوبه في تواجد الجمهور في التوقيت ده، ان شاء الله هيبقى هنرجع ان شاء الله، ويمكن وزاره الرياضه اكدت على الموضوع ده رجوع الجمهور بالتدريج في المرحله الجايه. لكن الماتش ده محتاج دعم قوي جدا، واعتقد قرار صائب من مجلس الاداره بدخول الجماهير بكره لاستاد التتش. ان شاء الله كل التوفيق ل فريقنا والدعم اللي يكون موجود من جماهيرنا والدعم اللي موجود من مجلس اداره والجهاز الفني للعيبه واللعيبه رجاله، وانا عارف ان هم حاسين بالمسؤوليه. زي ما بقول لكم التدريبات استشفائيه للاعيبي الاهلي
قادت طبعا بعد يعني بعض اللاعبين ابتدوا يجروا، ما كانش فيه تدريبات قويه لان الاسبوع ده غير كافي انك تقدر تعمل تمرينات قويه او شكل بدني في الاسبوع ده، لا انت بتعمل تدريبات استشفائيه تخلي اللعيبه ترجع لحالتها الطبيعيه، ثم ممكن يبقى فيه تقسيمه خفيفه كده لان خلاص كابتن حسام عارفين طبعا كل الامور الفنيه، اللعيبه حفظت هذه الامور وان شاء الله ان شاء الله يكون خير بامر الله. يمكن حسام عاشور غيابه طبعا هيأثر بشكل كبير، شفنا رامي بيأدي، احنا مفيش خلاف على وجود رامي في هذه الجزئية وتألق بشكل كبير سواء في مباراة النجم او مباراة الوداد المباراة الأخيرة. هايل رامي ان شاء الله تكمل في هذه في المكان ده وبشكل مميز، عندك طاقة عندك فكر لانك مش اول مرة تلعب في هذا المكان وهذه جزئية من الملعب، كل التوفيق ليك يا رامي. ولكن انا بس نقطه غياب صالح جمعه وتغييب صالح جمعه عمليا بسبب غيابه عن التمرين لمده يومين، مفيش شك ان صالح جمعه نجم كبير موجود على الساحه دلوقتي في الكره المصريه سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر، والجمهور سواء جمهور اهلي او جمهور مصر يعني حاطين امال كبيره قوي عليه، امال كبيره في حته جزئيه ان تحت راسات الحربه وجزئيه ان هو عنده مهاره عاليه في التمرير في الترقيص في المراوغه في كل حاجه. ما ينفعش صالح يكون هو لعيب مميز والامال محطوط عليه ويكون مصاب واحنا مستنيينه بفارغ الصبر عشان يبقى متواجد مع الفريق في المباراه اللي جايه، وصالح يغيب عن تمرين الاستشفاء اللي بيحصل له عشان يرجع بسرعه. ده في حد ذاته قبل كده كان غياب برضو عن الاشعه. احنا هنا في قناه الاهلي بنقول يعني مش بنخبي، واعتقد التغريم المالي اللي كابتن صالح حفيظ عمله هو قرار سليم وقرار صح، لان صالح عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا. انت عايز ايه يا صالح؟ عايز تسعد الجماهير اللي بتحبك وبتحب النادي وحاطين امل عليك فيك، ده لازم تعمل وتجتهد، لازم تبقى كير قوي على وجودك، لازم لو في اصابه لازم تروح تتعالج، لازم تبقى موجود، ما تغيبش يومين عن تمرين علاجيه وانت داخل على مباراه مهمه في نهائي كأس أفريقيا أبطال الدوري. أعتقد صالح يعني لازم ياخد في تفكيره تاني، يعيد حساباته تاني. الكرة بتهرب في أي وقت، تهرب في أي وقت، الكرة لا تتحمل إن واحد يتعالى عليها أو ما يديهاش، لازم تديها بشكل قوي وبشكل مميز عشان ربنا يكرمك وتتميز أنت كمان بجمهور كمان بيحبك. يعني الجمهور بيحبك، ودي رسالة مني لصالح. على الجانب الآخر بشوف حسام عاشور ملتزم، تدريبه موجود يعني ما بيغيبش عن تدريباته، فبالتالي لازم تبص للقدوه اللي ليك اللي جنبك. حسام عاشور بيجي بيتمرن عايز يبقى موجود لان ده نهائي افريقيا، مش ممكن ابدا احنا نكون احنا موجودين في الملعب ومش عايزين نلعب هذه المباراه ونقاتل عشان نرجع كاس افريقيا للنادي الاهلي تاني، تبقى البطوله التاسعه والبطوله الاولى ليك في كاس افريقيا واللاعبين طبعا كلهم. فبالتالي يعني يا صالح خلي بالك في الجزئيه الجايه، زي ما بقول لك الكوره بتهرب ما بتستناش، اللي بيديها بتديله، فبالتالي حاول تبقى كير جدا على تعاملاتك في الملعب، تعامل مع المدرب، تعامل مع اصابتك حتى وراحتك، لازم تريح بشكل كويس، كل ده مهم في الفتره اللي جايه بالنسبه لصالح انه لعيب مميز جدا. كابتن حسام البدري بيمرن طبعا الفريق على ضربات الجزاء الترجيحيه، وارد جدا او ركلات الترجيح في المران الاهلي النهارده، وده وارد ان يبقى في مباراه ممكن تنتهي بنفس النتيجه، ان في الحاله دي انت هتلعب ضربات الترجيح، واعتقد ان دي مهاره ولكن برضه في نفس الوقت تمرين، ولازم يبقى اللعيبه ويختار كابتن حسام البدري اللعيبه المميزه في هذه الجزئيه. عماد متعب بيغيب عن التدريبات بسبب ابنته، الف سلامه على بنت عماد متعب نجمنا نجم النادي الاهلي كابتن عماد متعب، وكابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس او كابتن عدلي طبعا سمير عدلي بيسافروا للمغرب لترتيب كل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي، الاقامه والتدريب ومواعيده، وان شاء الله كده تبقى سفريه خير. يمكن كابتن سيد حفيظ المباراه الاولى كانت هناك في كنا قاعدين في اوتيل في فندق معين، هيتم تغييره تفاؤلا بالمباراه دي ان شاء الله. يمكن المباراه الاولى اتغلبنا هناك 2-0، فان شاء الله هيبقى تفاؤلا بتغيير الاوتيل الخاص بفريق النادي الاهلي او بعثه النادي الاهلي في الفتره القادمه. ايضا اللي هو شين شمس نهى كل الاجراءات الخاصه بكل اللاعبين، ممكن كابتن حسام بقى البدري هيختار هل اللاعبين كلها هتسافر، المقيد والمش مقيد هيسافر مع الفريق، عشان دي ممكن تبقى تتويج ان شاء الله بامر الله تبقى تتويج، فلازم اللاعبين تقريبا لازم يبقوا متواجدين في المغرب مع الفريق. يا رب كل التوفيق ويبقى تتويج فعلا بشكل مميز. ايضا مروان محسن بيرجع تدريجيا، ليه؟
الفريق بيرجع تدريب، محتاجين صراحه مروان يبقى بجانب وليد ازارو وبجانب عماد متعب بجانب اللعيبه اللي قدام ان شاء الله، يفوق اجاييه يفوق عبد الله السعيد في المباراه القادمه، كل اللعيبه اللي ما كانتش في حالتها في مباراه الوداد الاولى تبقى في حالتها ان شاء الله، واعتقد المسؤوليه هم عارفينها، فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق ليهم في هذه المباراه. على الجانب الاخر يمكن فريق الوداد بيغيب عنه لاعب مميز جدا اسمه أوناجم، ونجم من اللعيبه المميزه، وهو كان هو صاحب الكروس اللي اتلعب لاشرف بن شرقي اللي احرز منها الهدف التعادل في هذه المباراه، ونجم من اللعيبه المتحركه المميزه، خساره لفريق الوداد، ولكن احنا عندنا خسائر ايضا كثيره، عندنا صالح، عندنا هو حسام عاشور، عندنا معلول ان شاء الله يا رب يرجع بالسلامه، عندنا خسائر ولكن احنا قادرين ان احنا نتغلب على هذه الصعاب والخساره في اللاعبين بالتواجد القوي من خلال اللعيبه الموجوده، لان كل واحد بيأدي دوره ما شاء الله على فريقنا، زي ما بنشوف كده حسام عاشور مش موجود، رامي ربيعه موجود، عبد الله السعيد مش موجود، كان صالح موجود، كله ان شاء الله بيقوم بدور مهم جدا، لكن زي ما بقول لكم أوناجم او محمد أوناجم هو اللاعب المميز بيغيب عن اللقاء نتيجه اصابته في المباراه الاولى هنا في استاد الجيش ببرج العرب. ايضا يعني اشرف بن شرقي ده من اللعيبه المميزه، لو تعاملنا معاه بشكل جيد ان شاء الله الامور هتبقى جيده، لان لما تيجي تبص لفريق الوداد الشكل الدفاعي اللي كان عامله كان قوي جدا، اعتمادهم على الجزء الهجومي كان على اشرف بن شرقي وفي الدقائق الاولى على محمد أوناجم، لكن الوضع هيختفي او هيختلف في هذه المباراه، ان هم لو فتحوا خطوطهم احنا هنبقى عندنا القدره الهجوميه الكبيره في اختراق دفاعات النادي الاهلي، ايضا اختفاء اسف الوداد المغربي، ايضا جزئيه اشرف بن شرقي نقدر نتعامل معاه بشكل جيد، ده هتقضي على 80% من خطوره فريق الوداد ان شاء الله. عايز اقول لحضراتكم طبعا قبل ما اروح استقبل ضيوفي ونتكلم بقى بشكل اكثر فعاليه على هذه المباراه، مباراه الوداد ان شاء الله هتقام يوم السبت بامر الله في استاد محمد الخامس، لازم اقول لكابتن محمود الخطيب نجم مصر ونجم النادي الاهلي واكثر اللاعبين يعني حبه في مصر من خلال طبعا الجماهير العريضه سواء بقى اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي من بورسعيد من كل حته في مصر، يعني ايه كابتن محمود الخطيب بيحبوه بشكل كبير، فكل سنه هو طيب، شهر العظماء شهر يعني شهر 10، فبالتالي كل سنه وانت طيب كابتن محمود، ومن خلال قناه الاهلي بنقول لك كل سنه وانت طيب. فاصل واستقبل نجوم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن ماهر همام وكابتن عمرو الحديدي.